على بركه الله متتبعي ومشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوتوفي، اسعد الله يومكم باليمن والبركات. مباشر جديد من خميس بالجعده وخميس جعيدا كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام. مونيس طافيطاش والبيكابات والترونزيس تينقلوا الناس ديال البوادي والقرى الى المنازل ديالهم اللي خارجه على مدينه بالجعد، بجل الجنبات ديال مدينه بالجعد تينقلوهم في الطافيطات والبيكابات، لان هاد الناس البيكابات والطافيطات هما تيخليوهم يوصلوا للمدونه ديالهم، تيخليهم يوصلوا للقرى ديالهم، يخليهم يوصلوا للديور ديالهم، المنازل ديالهم، لاننا مالين الطاكسيات قال لك غالي علينا المركوب، ما تيمشوش في الطاكسيات لان مو الطاكسي غيهز بوحدو ما غيهزش ليه المواد اللي تقدم السوق او العلف ديالو او التمن ديالو او المواد الغذائيه ديالو، ما يقدش مول الطاكسي يهزها ليه، ان مول الطافيطات والبيكابات تيهزهم تيديهم حتى المنازل ديالهم كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في. ونحن كما قلت نقول لكم اجواء هذا الصباح من احد ابواب ديال السوق الاسبوعي ديال الخميس بالجعده وخميس جعيدان، نقربكم من مول الطاكسيات ومول البيكابات، لان مول الطاكسيات والبيكابات هما اللي تيقربوا جل ساكنه ديال البوادي والقرى من بعض الاماكن ديالهم، لاننا اليوم كما قلت نقول لكم كمتابعي لقناه شوف تي في داخل ارض الوطن وخارج الوطن اجواء ومعاناه ديال موالين الناس السكان ديال البوادي والقرى كيف تلاحظوا، هذو هما موالين الطافيطات والبيكابات اللي تينقلوا الناس ديال البوادي المجاوره لمدينه بجعد، من بينها الجماعه القرويه بن باتا ولاد قواوش الشقراء الراشد الكل ديال المناطق المجاوره لهذه المدينه، الا وانهم هم اللي تيوصلوهم الاماكن ديالهم، هم اللي تيوصلوهم القرى ديالهم او المساكن المسكن ديالهم كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في. ونحن نوثق لكم بالصوت والصوره اجواء هذا الصباح من احد ابواب ديال السوق الاسبوعي ديال الخميس بالجعد، لاننا المتضرر الوحيد هو الفلاح، لان الفلاح تيجي اليوم تيدي بغي يدي العلف ديالو، يبغي يدي التمن ديالو، يبغي يدي السلعه ديالو او المواد اللي تيتقدى، الا ان تنتفاجئوا ان مال الطاكسيات ما تيبغوش يهزوهم، ومال البيكابات والصافيطات تيوصلوهم حتى الاماكن ديالهم حتى المنازل ديالهم، واخا تكون خارجه على في البيستا تيديهم حتى الاماكن ديالهم كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام. ونحن نوثق لكم بالصوت والصوره اجواء هذا الصباح من احد ابواب ديال السوق الاسبوعي ديال الخميس بالجعده وخميس جعيدان كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام. أجدد الترحام من التحق بنا اللحظة مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، نحن الآن نقول لكم أجواء هذا الصباح من أحد أبواب ديال السوق الأسبوعي ديال خميس بالجعد، ونحن نقربكم من أصحاب الطاكسيات والبيكابات هم الوحيدين اللي تيخرجوا الناس ديال القرى وديال البوادي حتى المنازل ديالهم، لأن مالين الطاكسيات ما يبغيش يهز ليه التمن ديالو أو السلعة ديالو كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. ونحن نوثق لكم بالصوت والصورة كيف تلاحظوا هالصافيط هز التبن هز العلف هز الناس لداخل تتوصلهم حتى الدروبه ديالهم حتى قلت عفوا حتى الاماكن ديالهم كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في. ونحن نوثق لكم بالصوت والصوره هنا حامله ليه كل الامتعه ديالو لا العلف لا التبن لا كل شيء حامله ليه هاد الصافيط كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام، وغتوصلوا حتى المنزل ديالو حتى للدار ديالو. لان المولين الطاكسيات ما تيبغوش يهزوهم، ما يبغيش يهز ليه المواد ديالو، ما يبغيش يهز ليه السلعه ديالو، ما يبغيش يهز ليه التمن ديالو كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في. ونحن نوثق لكم بالصوت والصوره هذا الصباح كيف تلاحظوا حتى المولين الطافيطات بيكابات حتى هما هاز ليه الغلم ديالو البهيم ديالو وتيوصلوا حتى للدار حتى المكان فين تيسكن. كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في، ونحن كما قلت نوثق لكم بالصوت والصوره اجواء ديال مواني الطاكسيات والصافيطات اللي تينقلوا الناس ديال البوادي وديال القرى حتى المنازل ديالهم، الوسيله الوحيده اللي تتخلي الناس يجيو يتسوقوا ويعقبوا المنازل ديالهم هما هاد الصافيطات والبيكابات، كيف تلاحظوا لان السعر ديال المازوط اللي غالي ان مواني الطافيطات يهز 10 20 يقدر يهزوا هقول بهيم ديالو هقول العلف ديالو يوصلوا حتى للدار حتى البلاصه فين تيسكن كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في. ونحن نوثق لكم كما قلت دائما
بالصوت والصورة. نجدد الترحام من التحق بنا اللحظة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي دائما في سلسلة مباشرة التي نقوم بها إلا نقرب جل المشاهدين الكرام داخل أرض الوطن وخارج الوطن من بعض المباشرات. ونحن الآن اليوم حطينا الرحال في السوق الأسبوعي ديال الخميس بالجعدة وخميس جعيدان. كيف تلاحظوا جوج الصطافيطات، الناس يجيو تيخليو الطاكسيات ويجيو الصطافيطات، لأن موالين الصطافيطات هما اللي تيوصلوهم حتى المنازل ديالهم، يقدر يضرب 20 كيلومتر 30 كيلومتر في البيستا ويوصلو حتى المنزل ديالو. عدو أمتعة، عدو علف، عدو تقضية تتقداها، عدو تتقدى تقضية ديال السيمانة حقاش حوانت ما قرابش ليه، تتقدى تقضية ديال السيمانة تيمشي حتى من الخميس للخميس عاد تتقدى السلعة ديالو. كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف، ونحن نوثق لكم بالصوت والصوره اجواء ديال موالين الصطافيطات والبيكابات من امام السوق الاسبوعي ديال الخميس بالجعده وخميس جعيدان. موالين الصطافيطات والبيكابات اللي تيوصلوا الناس ديال البوادي حتى المنازل ديالهم بالامتعه ديالهم، بالبهيم ديالهم، بالغلم ديالهم، يقدر يشارجي ليه الغلم الفوق والامتعه ديالو لتحت ويشارجي يركب معاه حتى هو وبثمن ثمن قليل، ماشي بحال الطاكسيات غيهزو بوحدو وغيخلي الامتعه ديالو يعجب يصيفطها في الصطافيطه ويصيفطها البيكاب. اللهم تيقول نمشي مع مصطافيط ولا مع مول بيكاب.